مرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة وبرنامج صحافة الغد متابعة لأبرز العناوين التي تطالعنا بها الصحف المحلية الصادرة صباح الغد وأبرز الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري. دعونا نطلع على أبرز العناوين. معنا من جريدة الشروق الرئيس السيسي يبحث أطر التعاون بين مصر وشركة لورسن الألمانية. ومن جريدة اليوم السابع آخر جمعة دون مصلين من مسجد النور. ومن جريدة اليوم السابع أيضا مقاصد مصر تتجاوز 100,000 سائح خلال 6 أسابيع. ومن الأهرام فتح باب التقدم بالجامعات الأهلية الجديدة السبت المقبل. لنبدأ معكم من صحيفة الشروق ونطالع منها. الرئيس عبد الفتاح السيسي يبحث أطر التعاون بين مصر وشركة لورسن الألمانية. الحقيقة العلاقات المصرية الألمانية علاقات تمتد عبر السنوات المختلفة. في نهاية عام 2019 كان هناك توقيع لمجموعة من الاتفاقيات ما بين وزارة الاستثمار والجانب الألماني في مجالات مختلفة، لكن هذه المرة كان هناك لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وقائد القوات البحرية الفريق أحمد خالد مع بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العاملة في مجال صناعة السفن والفرقاطات والمدمرات. المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح الأربعاء أن هذا الاجتماع شهد تباحث حول أطر التعاون ما بين الجانب المصري والشركة الألمانية اللي بتمتلك خبرات عميقة في مجال بناء السفن بمختلف الطرازات، خاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا بناء السفن البحرية والتعاون مع ترسانات القوات البحرية وشركات جهاز الصناعات البحرية في مصر. الهدف إذن هو تحقيق نوع من أنواع الشراكة ونقل هذه التكنولوجيا وهذا التقدم الذي يمتاز به الجانب الألماني إلى مصر، هذا بالإضافة أيضا لتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها ورفع كفاءة وقدرات الكوادر المصرية في هذا المجال، وذلك طبقا للمواصفات العالمية. أيضا تعتبر هذه الشركة هي من إحدى أكبر قلاع السفن على مستوى العالم وبتمتلك 8 ترسانات لبناء السفن في ألمانيا والعالم، وفازت مؤخرا بعقد تصنيع مدمرات للبحرية الألمانية بحمولة 11,000 طن. رئيس عبد الفتاح السيسي خلال هذا اللقاء الحقيقة أكد على أهمية التعاون مع الجانب الألماني في هذا المجال نظرا لما تتمتع به هذه الشركة من سمعة عالمية على مستوى العالم في مجال بناء السفن. وأيضا في المقابل أشاد رئيس مجلس إدارة شركة لورسن بما تتمتع به مصر من أمن واستقرار وفرص واعدة للاستثمار المباشر، خاصة مع تحسن مناخ الاستثمار، وده بيشجع أي مستثمر أو أي دولة إنها تتعاون مع مصر في المجالات كافة وتساعدها أيضا على تطوير بنيتها التحتية في إطار جهود مصر المستمرة في هذا الصدد وما نشهده على أرض الواقع في مصر فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية اللي قامت بها الحكومة المصرية. خلونا نتحول مشاهدينا لصحيفة الأهرام. ومصر بتدين العنف في مالي وتؤكد نتابع التطورات عن قرب. حقيقة على مدار الأيام الماضية شهدنا حراك على المستوى السياسي في مالي، تقدم الرئيس أبو بكر كيتا باستقالته هو والبرلمان والحكومة بعد إلقاء القبض عليه من قبل مجموعة من المتمردين العسكريين، وبالطبع يشهد الشارع في مالي الآن حراك، وكان في ردود فعل متباينة كان من ضمنها موقف مصر اللي بتتابع باهتمام ما يحدث في الشارع المالي حاليا وبتتابع ببالغ الاهتمام والقلق الحقيقة التطورات السياسية المتسارعة اللي بتشهدها دولة مالي. مصر أكدت من خلال بيان أذاعته الخارجية المصرية إدانتها لجميع أشكال العنف في إطار الأزمة الحالية وابتدعوا جميع الأطراف
في مالي لضبط النفس والالتزام بالطرق السلمية والحوار، وده لتسوية الأزمة مع أهمية الحفاظ على الإطار الدستوري والقانوني في هذا البلد. وأكدت مصر على أهمية استعادة النظام الدستوري في البلاد مرة أخرى حتى لا تنجر البلاد إلى حالة من عدم الاستقرار. مصر أيضا اهتمت بالتركيز على أهمية جهود الوساطة اللي قامت بها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإكواس والاتحاد الإفريقي على مدار الفترة الماضية للوصول لحلول وسط أو تسوية سياسية ترضي جميع الأطراف في مالي، خاصة بعد حالة الحراك اللي كان بيشهدها الشارع فيما سمي بحركة يونيو. على مدار عدة أشهر كان في حراك في الشارع هناك و مظاهرات منددة بالرئيس أبو بكر كيتا نظرا لاعتراض المواطنين على تردي الأوضاع في البلاد وأيضا على نتائج الانتخابات البرلمانية. الرئاسة المصرية والخارجية المصرية أيضا تقدمت ببالغ تعزيها للشعب المالي في ضحايا أحداث العنف الأخيرة، وأكدت على ضرورة تقديم المساعدة والدعم لدولة مالي الشقيقة لتجاوز الأزمة الحالية وتحقيق السلام والاستقرار في البلاد. بالإضافة إلى ذلك كانت هناك أيضا ردود فعل أخرى من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة. الاتحاد الإفريقي علق عضوية مالي به، فرنسا أكدت على ضرورة الحل السياسي وعودة الأوضاع إلى الهدوء، أكدت أيضا مساندتها للشعب المالي في الأزمة السياسية اللي بيمر بيها، ودعت الجميع لضبط النفس وضرورة الإسراع بطبعا انتخاب رئيس جديد للبلاد ويعني التعامل مع متطلبات الأمر وفقا للدستور. خلينا نروح لجريدة الشروق وخبر حول فيروس كورونا. خبر مبشر، ارتفاع نسبة التعافي من كورونا ل 64.5%. نسبة التعافي من فيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 64.5%. وزارة الصحة سجلت خروج 991 متعافي من الفيروس من المستشفيات، وده بعد أن تلقوا الرعاية الطبية اللازمة وتم شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر ل 62,553 حالة حتى يوم الأربعاء. أما نسبة الوفيات من الفيروس فبلغت 5.3% من إجمالي الإصابات، وإجمالي الوفيات بلغ 5,197. والوزارة في آخر إحصائية ليها سجلت 161 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وده في إطار إجراءات الترصد والتقصي. أما حالات الوفاة الجديدة فبلغت 13 حالة. طبعا في تفاؤل على مدار الشهر الماضي بانخفاض الأعداد بشكل كبير، لكن هذا لا يمنع التأكيد الدائم من قبل وزارة الصحة وأيضا من رئاسة مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بمختلف الإجراءات الاحترازية، خاصة مع ما يشهده العالم من ارتفاع وتيرة الفيروس مرة أخرى، خوف بعض الدول من الموجة الثانية منها على سبيل المثال إيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول اللي بدأت أنها تعيد بعض الإجراءات الصارمة مرة أخرى نظرا لارتفاع نسبة الإصابة، وأيضا كانت ألمانيا من ضمن هذه الدول. نروح لجريدة اليوم السابع، ويعني بشرى سارة للمصلين اللي انتظروا على مدار الأشهر الماضية متى تعود صلاة الجمعة في المساجد. آخر جمعة دون مصلين من مسجد النور، ده العنوان اللي جه في صحيفة اليوم السابع. والأوقاف ذكرت إذاعة الصلاة بعدد محدود وعودة المساجد الكبرى في 28 من أغسطس الجاري. وزارة الأوقاف بتنقل يوم الجمعة غدا آخر صلاة جمعة، وده بعدد محدود من المصلين من مسجد النور في القاهرة. ومن المقرر عودة فتح المساجد أمام المصلين يوم الجمعة 28 أغسطس الجاري، وطبعا ده وفقا لعدد من الضوابط اللي أعلنتها وزارة الأوقاف وتنفيذا لقرار لجنة إدارة أزمة كورونا
بمجلس الوزراء، طبعا مع تخفيف القيود في مصر تدريجيا، وبدأ منذ مدة كان لسه في بعض الضوابط فيما يخص الصلاة وفتح المساجد، يعني تم العودة إلى صلوات الجماعة فيما عدا صلاة الجمعة، ولكن في إطار التوجيهات الأخيرة دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلف دكتور محمد عزت مدير مديرية أوقاف أسوان بأداء خطبة الجمعة بمسجد النور عن الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية المشرفة، وكمان بدأت وزارة الأوقاف استعداداتها لفتح المساجد الكبرى والجامعة أمام المصلين لصلاة الجمعة بدءا من يوم 28 أغسطس الجاري. بالتأكيد أكدت الوزارة أن العاملين في هذه المساجد هم المسؤولين مسؤولية كاملة عن تطبيق الضوابط المختلفة اللي أعلنت عنها وزارة الصحة وأيضا رئاسة مجلس الوزراء، مسؤولية متضمنة ما بين إمام المسجد والخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديريات لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية وتحقيق عملية التباعد بين المصلين. أما عن أبرز الشروط اللي تحدث عنها وزير الأوقاف واللي هتتبع في أول صلاة جمعة يوم 28 أغسطس، فهتكون من خلال مراعاة التباعد، ارتداء الكمامة، إحضار كل شخص من المصلين ل سجادة الصلاة الخاصة به، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق فقط وغلقها فور انتهاء صلاة الجمعة، أيضا الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي. خطبة الجمعة هتكون في حدود عشر دقائق فقط، إذا هيكون في أيضا تفتيش على اتباع هذه الإجراءات الاحترازية من أجل عودة صلاة الجمعة مرة أخرى إلى المساجد كصلاة جماعة. لسه مع اليوم السابع وخبر متعلق بالسياحة في مصر واللي بتعود تدريجيا طبعا مع عمليات الفتح المختلفة. المطارات المصرية بدأت في استقبال السائحين وعددهم بيزيد بعد فترة، مقاصد مصر بتتجاوز 100,000 سائح خلال 6 أسابيع. المقاصد اللي تم فتحها للعاملين في جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح تدفق إليها آلاف السائحين، وده خلال 6 أسابيع، ده طبعا بعد استئناف حركة السفر بشكل جزئي. كتير منهم قضوا الأجازات الخاصة بهم في هذه المحافظات اللي تم فتحها للسائحين وعادوا إلى بلدانهم مرة أخرى دون تسجيل أي حالات إصابة واحدة بفيروس كورونا، في التزام طبعا من المنشآت السياحية والفندقية بالإجراءات المختلفة المتبعة وبأعداد السائحين والإجراءات فيما يخص طبعا تقديم الطعام والتعامل في الشواطئ وحمامات السباحة، وده يمكن قلل أو يعني منع وجود أي نوع من أنواع الإصابات بفيروس كورونا بين هؤلاء السائحين. وكالة كوبية قالت أيضا أن آلاف الزوار الأجانب بيفضلوا مصر، ده بسبب سواحلها الرائعة، وفي 100,000 سائح أجنبي زاروا المدن الساحلية منذ أول يوليو الماضي عندما تم استئناف الرحلات الدولية إلى مصر. بيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا كانوا من الأسواق المصدرة الرئيسية في الفترة الأخيرة لمصر، خاصة أن هم بيحبوا المحافظات البحر الأحمر وشواطئ البحر الأحمر، شرم الشيخ بالتأكيد في المركز الأول وأيضا سانت كاترين. وإلى جانب ذلك أعادت مصر كمان فتح مجموعة من المتاحف وسمحت بالدخول للمواقع والمعالم الأثرية زي أهرامات الجيزة واللي بتعتبر من أبرز المعالم اللي بيهتم السائحين بزيارتها. يعني إذن رويدا ستبدأ السياحة في العودة مرة أخرى، وده طبعا مش في مصر فقط لكن هو وضع بيشهده العالم أجمع، فده يعتبر رقم جيد جدا بالنسبة لوضع السياحة العالمي. نروح لجريدة الوفد، وإشادة من قبل الأمم المتحدة بالتجربة المصرية في مكافحة تعاطي المخدرات. تقول تفاصيل الخبر إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج ورئيس مجلس إدارة الصندوق في الندوة اللي نظمها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أونلاين، وده لمناقشة التقرير السنوي حول أوضاع المخدرات في العالم
وبمشاركة ممثلي وزارة الخارجية والداخلية والصحة. التقرير أشار أن 269 مليون شخص بيتعاطوا المخدرات حول العالم، وأن 35.6 مليون بيعانوا من تأثيرات الإدمان، وده طبعا بيستوجب دعوة عاجلة للتعاون وتعزيز الاستجابة للعمل على خفض الطلب على المخدرات على المستويين سواء الوطني أو الدولي، وده لابد أنه يتم من خلال وضع استراتيجية لمكافحة هذه الآفة وتبادل المعلومات بين دول العالم المختلفة للحد من فكرة الإتجار في هذه المواد المخدرة وتوزيعها على الشباب يعني بشكل محدد. مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة علاج الإدمان والتعاطي رصد جهود الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية وطبعا بما يتفق مع مختلف المعايير الدولية، وقال ان في عدد كبير الحقيقة من الشباب المتطوعين بلغ 29 ألف شاب بيحاولوا ينفذوا هذه الخطة ان هم يقدموا الدعم والتوعية لشباب آخرين بخطورة المخدرات. ايضا هناك حملات للكشف على العاملين بالجهاز الإداري للدولة، دي أدت بشكل كبير لانخفاض نسبة التعاطي الى 1.8% بعد ما كانت هذه النسبة قد وصلت إلى 8% في بداية حملات الكشف. ممثل مكتب الأمم المتحدة الحقيقة أشادوا بالتجربة المصرية، تجربة الصندوق في هذا المجال، وأعلنوا عن تقديمهم لخدمات علاجية لمرضى الإدمان، وده طبعا وفقا للمعايير الدولية مع تأكيدهم أن مصر نجحت نجاح باهر فيما يخص التقليل من انتشار المواد المخدرة والأكثر منه زيادة الوعي لدى الشباب بخطورة هذه المواد، بالإضافة طبعا لحملات الكشف المبكر عن المدمنين. هنختتم معكم مشاهدينا من الأهرام، ورسميا فتح باب التقدم بالجامعات الأهلية الجديدة يوم السبت المقبل. حقيقة مصر تقدمت مؤخرا في مؤشر جودة التعليم، وصلت للمركز الثالث عربيا في سنة 2020، وعلى مدار سنوات كان فيه اهتمام من القيادة السياسية بالتعليم ما قبل الجميع والتعليم الجامعي أيضا، وكانت بشرى سارة أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيام عدة فيما يخص الجامعات الأهلية وافتتاح 4 جامعات أهلية أمام المواطنين عشان تقدم مميزات كثيرة للطلاب وتوفر عدد كبير من التخصصات، الحقيقة بيصل لحوالي 66 برنامج دراسي، وأيضا توفير تأمين صحي للطلاب اللي هيتقدموا لهذه الجامعات وتوفير سكن متميز، لأن هذه الجامعات طبعا موجودة مش في محافظة القاهرة لكن في محافظات أخرى، واللي هتبدأ فيها الدراسة هتكون جامعة الملك سلمان والجلالة والعالمين الجديدة، وهتبدأ في فتح باب التقدم للقبول بها للتنسيق للعام الجامعي الجديد بدءا من يوم السبت وفقا لمحددات وشروط تم الإعلان عنها من قبل وزارة التعليم العالي. مشاهدينا الكرام، بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة الصحفية، غدا بتلتقون مع جولة جديدة وصحافة الغد، فإلى اللقاء.